السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم طلاب دكتور التاريخ للثانوية العامة. أنا بقدم لكم كتاب في غاية الروعة والقوة، كتاب دكتور التاريخ للترم الثاني للصف الثالث الثانوي. أنا بهتم في شغلي بكل التفاصيل الدقيقة ونواتج التعلم وما بسيبش أي حاجة. الكتاب اللي قدامنا ده بيشمل التدريبات وبيشمل الشرح وبيشمل نواتج التعلم، يعني 3 في 1. نبص مع بعض ونشوف غلاف الكتاب، بص كمان ونشوف محتويات الكتاب. بيشمل جميع أجزاء الكتاب، جميع الفصول الأربعة الباقيين من المنهج، الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن بالتدريبات بتاعتهم. بيشمل أهم حكام مصر، كمان طريقة المذاكرة، وأهم حاجة طريقة معرفة التواريخ. كل ده هتلاقيه في مقدمة الكتاب. ثم بعد كده نتجه إلى فصول الكتاب، صفحة مهمة أوي تسجل فيها كل ملاحظاتك. بعد كده هتخش على الفصول بتاعة الكتاب. ركز معايا أوي علشان تشوف التفاصيل الدقيقة اللي موجودة. الكتاب بيشرح نفسه بنفسه. هناخد الدرس الأول هنتكلم عليه. الكتاب مدعم بالخرائط، مدعم بأهم حاجة فيه بقى هي نواتج التعلم اللي هي الملاحظات المهمة جدا. الكتاب تستطيع من خلاله فهم كل أجزاء المنهج بالشرح بتاعي، وهيغنيك عن كل الكتب الخارجية. للتواصل والحصول على الكتاب عن طريق رسائل الصفحة ورقم الواتس اللي موجود. والسلام عليكم ورحمة الله.